زيك زيك انا جايه خدم عندك. ايه عملت واحد سكتش بتجيب ليا ومن بعد جبرت واحد الانتقاده صغيره باش نكتب. يعني انت ما خفتيش هاد الشخصيه ديال هاد الفتاه الجبليه اللي هي كتبان بهذوك الملامح الغريبه تحسرك؟ بس حاجه كتقولهم ديك الجبليه ماشي انا، ماشي شخصيتي، ماشي مبادئي. وشكون الفنان اللي تصدمتي فيه ملي شفتيه في الواقع؟ الوحيد اللي تصدمت منه الا مشيت تقولت عليها شي حاجه صافي. لا ما كنتيش كوميديه، شنو كنتي غادي تكوني؟ كتظلمت في زواجي حيت الطريقه باش سال الزواج كانت خايبه بزاف. دابا شنو الحاجات اللي انت استفدتي من التجربه هذه واللي فرضا الا عاوتي تزوجتي ما تعاوديش ديريهم؟ ما تسكنش مع العبيده ديالك. ودابا حاليا هناء كتفكر في الزواج او لا كتعيش شي قصه حب بيناتنا؟ الحلقه خاصها تكون ممنوعه على باب الله يرحم فيها. وجبتولي المشاكل.